شلون شو عادي؟ وعن شنو انت ايتام تعرفين؟ كم انت عندك؟ عندي خمسة. خمسة قد اعمار؟ حسين 2002 وعلي 2012. يعني من حسين و كبير وواحدة رقيق مو؟ رقيق اصغر. جسد وفي ابوك؟ 22 هل بيتكم شنو اجار ملوك؟ زين شنو محتاجة؟ محتاجة مبردين. اي. ومحتاجة مرعبة حمامتين. غسالة عندك؟ اي عندي غسالة. زين انت ما عندك فد مشروع هنا تقدر تسوي؟ ما عندك تقدر تسوي غسالة ايش فيه؟ ما عندك واحد تارك دراسة؟ لا ما عندي. مثلا كمان في مشروع كشغل يعني تشتغل يعني احنا نشوف احنا المؤسسة دائما تقدم مثلا قروض في واحد يتحدى مشروع. ويسدد من الشغل يسدد القرض اقوى عندكم في الشيء؟ لا ما عندكم في الشيء. انتم منطقه ريفيه؟ اي منطقه ريفيه. هاي بطاقه اذا جبت مساعده ما تجيب تجي مساعده وان شاء الله الخير ما يقصرون.